يو السلام عليكم خواتي، نجي لك في فلوق جديد. دابا اللي راني ناشط هذو الايام في الفلوق بصح واش نتوما ماكمش ناشطين؟ لا لي جيم لا بارطاج لا كومونتير، هيا حشموا على رواحكم يا عمي. بون خاوتي نص على 8 ومشيت لليسي قريت من 8 ل 10 وبعد كي خرجنا مشينا عند واحد صاحبي اللي كان مريض بصح واش تاهي مريض ما ضيفنا ما عندنا حاسبين عليه بلي عطينا نفطرو ومتسخنو والله ما دخلنا إذا هذا ما دخلناش الدار بعد خلناش نفطر في ذا البرد في ذا الثلج واه في ذا البرد الثلج حنا زين هاكا نطلعوا عليك يا هديني هذه شوف في ذا البرد يا صاحبي تلقى شكون اللي يجي يطلع عليك في ذا البرد ما تقدرش تولي نشوف انا هذه داخله في الفلوق داخله في الفلوق كاينه بصح عليها كي بانت لك تخلي اصدقائك طاهر هنا برا ها تمام ما فيهاش دخلة تعدي راني شتي قاعد ايفيتي لينا في الموضوع صاحبك كي ما يكونش باغي يدخلك لا مهم بالنا وجيت الصديق زين نطلع عليك حبيبي انت مقيس تبيع في الحقيقة عامل
صافي شويه او شويه صاحبي. بس ماش قلت لك البرد راني نشوف فيك بردان ومن شعر. سيفو خواتي صلى الله عليه وسلم على فيديو شاء الله تكون عجبتكم. المهم بلا ما نوصيكم البارتاج كل شيء بارتاج تهلو بالبارتاج. هذا فيديو ماهيش كاملة جات طويلة قسمتها قلت ندير فيديو قلت ندير منها زوج تاع لي فيديو. المهم لا دوزيام بارتي راح نشوفوها بعد اللي نطلق النهار اللي نطلق هذا الفيديو دوجور من بعد ان شاء الله نعاود نطلق لا دوزيام بارتي. سلام.